واكيد يعني معنا ضيفنا لليوم مدير السوق اللي رح نحكي فيها اكثر عن السوق. يسعد صباحك الله يسعد سيد صباحك. عدنان، الله كيفك؟ يسعد. سيد عدنان كرزي، يا اهلا اهلا وسهلا، وسهلا، يا اهلا وسهلا. شكرا لكم اول شيء على استضافتكم لنا بالسوق. يا هذا متأهلا سيدة، شرفتونا. السوق يلي كله هيك روح كثير حلوه. اهلا وسهلا، شرفتونا. شفنا المحلات عم تفتح، يعني هلا بتعرفي وقت الصباح ويعني بدايه. لا رح نفوت نحن وياك هون لعند الشباب. يسعد صباحكم، صباح الخير، ان شاء الله ما نكون هيك عم نزعجكم بهالصباح. الله يكرمك، الله يكرمك. صباح حلو، رجعتونا لشيء قديم. كيف شايفين الحركة بالسوق بعد ما تم إعادة تأهيله افتتاحه؟ شايفين في حركة ولا ما كتير لسه لسه؟ والأهم شيء معلن نقرب لو سمحت. أهم شيء مو الحركة، أهم شيء الأمان اللي رجع على السوق. الأمان، الأمان أهم شيء، وفيكون في أمان بصير حركة، وإن شاء الله بنستقبل لقدام بتكامل الأسواق كلها ورجعت حركة للمدينة كلها، لأن هي المدينة شبكة عنكبوتية، إذا ما تمت كلها راح بتضل الحركة على ما هي، بس إن شاء الله أحسن. يعني نحن بنتمنى هاي الحركة ترجع. شكرا كثير لكم، رح نترككم. سيد عدنان، نحن عم نشوف هذا سوق السقطية، في كثير أشخاص ما بتعرف السوق بشو مشهور. نحن فتنا هون في بزورات، فينا نقول خبرنا بشو مشهور سوق السقطية. هي الأصناف الرئيسية هون المكسرات، الفستق الحلبي طبعا هذا أساسي من أصناف حلب، الجوز، اللوز، المكسرات بشكل عام، بالإضافة للتوابل، وبالإضافة لمهنتين ثلاثة تانيات، مثلا اللحوم، كان محلات قديمة أثرية هي فلكلور، ويعني شبه هي بقيت نقول لك نفسها فلكلور أو انتهيت يعني. كمان رح نمشي شوي نحن بالسوق سيد عدنان، في كتير أشخاص يمكن عم تسأل من كيف تم إعادة تأهيل السوق. في موضوع أنه الأشخاص كثير تضرروا، يمكن المواد اللي كانت موجودة بالسوق وقت كان في إرهاب بهي المنطقة، وقت تم إعادة تأهيل السوق ورجعوا الأشخاص لحتى يفتحوا، كيف تمت مساعدتهم لحتى يمكن يجيبوا المواد الأولية لحتى يشتغلوا على هي المواد؟ هلأ العملية صارت عملية تشاركية، صار دعم من جماعة يعني شو باسمها مؤسسات خارجية، بالإضافة الدولة مشكورة بقيادة السيد الرئيس، كان لهم الفضل الكبير، وإشراف السيد محافظ حلب كان رائع جدا، واهتمام يعني فعلا يشكر عليه، وبالإضافة لأصحاب المحلات اللي ساهمت، يعني بدها ترجع الناس برغبة، بدها ترجع بلدها، ترجع القلق وال يعني النشاط اللي كان موجود. يعني الأشخاص هن رجعوا لمهنهم الأصلية، أو يمكن غيروا المهن اللي كانوا عم يشتغلوا فيها. كمان نحن شفنا أنه بالترميم محافظين على شكل واحد، ولكن أيضا في إضافات حسب كل مهنة. تمام، هي الشكل الأثري حافظنا عليه نحن طبعا، هذا بإشراف الدولة وبإشراف مديرية الآثار والمتاحف. الناحية الثانية أصحاب المحلات حسب مهنته كل واحد بيحافظ على مثلا الأساسيات للعمل، بالإضافة للتجديد الجميل، يعني التجميل هيك يعني الصنف حسب المهنة، يعني إضافات جمالية. خلينا نجي شوي هيك سيد عدنان، أيضا نحن عم نشوف أنه في كمان صابون غار موجود ببعض المحلات. هذا الصابون تعرف أنت من فلكلور حلب القديم، يعني مشهورة حلب بالصابون الغار، وفي هون كان عندنا عدد من المحلات عم بتشتغل. رح نورجيهم شوي للعالم انه الصوابين المعروضه بهذا السوق، يعني عم نشوف في تنوع بالشغلات بالاشياء المعروضه. هي هلا اسواق المدينه القديمه هي يمكن اسواق متنوعه متعدده المهن الحرف وايضا الاشياء المقدمه فيها. هل حافظ سوق السقطية على الشيء اللي كان من زمان موجود فيه؟ هلا هي الأسواق القديمة بشكل عام إذا بدنا نحكي هي عبارة عن مول كتير كبير موجود بحلب، متخصصة الأسواق كانت ومتنوعة. مثلا كنا نقول سوق الصابون، سوق المكسرات اللي هو سوق السقطية كانت صنف الرئيسي المكسرات، بس بيضم الصابون، بيضم التوابل. بس قلت لك مثل المول الكبير مخصص كل جزء فيه لمهنة، ولكن إلا تتداخل المهن مع بعضها حسب مثلا تتنقل من أجيال لأجيال، والناس ترغب مثلا التغيير أحيانا.
رجعوا تقريبا قديش عدد الاشخاص يلي رجعوا للسوق اليوم؟ خلينا نخبر يلي عم يتابعونا، هل هي بسهوله الفوت للسوق للناس تتبضع؟ لانه نحن عم نشوف انه عمليات الترميم مستمره بالاسواق المجاوره. بالنسبه للسوق رجع النسبه الاكبر، يعني اذا بدنا نقول بال 170 من اصحاب المحلات رجعت وجهزت محلاتها وفتحتها. طبعا هلا ظروف الترميم وهذا عم بتاخر شوي العمل، ولكن بنقول ان شاء الله يعني لقدام يعني افضل، كل يوم عن يوم عم بتحسن الوضع. نعم، يعني بالبدايه كان في تصليحات مثلا وصيانه لبعض الاسواق، كانت صعوبه في الدخول للسوق. هلا بالعكس صارت سلسه وصار في عده مداخل جاهزه، بالاضافه للجهود اللي عم تقوم فيها المحافظه بمدينه حلب من التنوير، الكهرباء، وصلوا لنا خط الهاتف، النت، كله صار جاهز عنا، عم ساعد وبيرجع الناس بسرعه اكثر. موضوع الكهرباء من اهم المواضيع، يعني هي الاسواق مقبيه يمكن ما بفوت لها الضوء بشكل كثير كبير. كيف تم تامين هي الكهرباء الموجوده فيها، بما انه يعني عم نشوف الوضع الكهرباء ما كثير كويس بكل المحافظات؟ عم نشوف في اناره ولكن ما نها الاناره القويه جدا، اناره خفيفه موزعه بطريقه جدا مميزه. خلينا هيك نحكي عن موضوع الاناره. هلا الكهرباء وصلت مثل كل سوريا وظرف طارئ، يعني بنقول هيك الله يغير الحال احسن. بالنسبه للاناره اللي موجوده بالسوق هي على الطاقه الشمسيه او اللي بتسموها الطاقه البديله. نعم، الطاقه البديله. وقاموا فيها مجموعه من المسؤولين عن تنظيم او اصلاحات السوق، وكانت عمليه كثير رائعه. التنوير هي للشكل الخارجي، بالاضافه في بعض محلات جهزت محلاتها كمان بالطاقه الشمسيه وعم بتنور محلاتها مشان وقت الضروره. بأي ساعة تقريبا بيفتح السوق لكل الأشخاص اللي حابين يعرفوا إمتى بيقدروا هن يجوا يجيبوا أغراضهم يتبضعوا أغراضهم؟ هلا أنا راح أحكي شغلة تاريخية، قديم كان الساعة 6 الصبح يكون السوق جاهز للعمل. هلا الناس شوي تكاسلت عن قبل بطبيعتها، فالدوام بيبدأ هون بين 9، يعني 9 صباحا والخمسة مساء. يعني يمكن مو بس بأسواق حلب، بكل أسواق سوريا كانت 6 الصبح تكون العالم بشغلها. إن شاء الله يا رب بترجع الحيوية والنشاط لهذا المكان. سيد عدنان شكرا لكم ولاستضافتكم لنا بسوق السقطية. نتمنى أنه القلق ترجع لكل الأسواق المحيطة يا رب. إمتى فينا نحكي عن الأسواق المحيطة قريبا أنه ممكن نشوف في افتتاح لها، وخصيصا خان الحرير يلي يمكن شفناه تقريبا شبه جاهز؟ صار هو جاهز ان شاء الله، وقريبا هلا اصحاب المحلات عم ترمم محلاتها من الداخل وبتجهز، والناس عندها رغبه، بس صعوبه الوضع الحالي اللي نحن عايشينه يعني بالامور هي اللي عم بتاثر شوي. وان شاء الله ما بنقول الا يعني بتتوالى هيك ورا بعضها، وراح يصير ان شاء الله نشاط كثير كويس بالمنطقه. وكل الشكر لكم انكم عم تحطونا وبتهتموا فينا وبتجوا هيك بتستضيفونا انتم عندكم بقناتكم. شكرا لكم انكم استضفتونا بهالمكان المميز جدا. نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله بذكرى التحرير الجايه لسه بنرجع وبنلاقي القلق رجع بشكل اكبر واكبر الى هي الاسواق الجميله يلي كلها بتعبق بالتاريخ والحضاره، بتعرفنا عن حضاره اهل المدينه واهل هي المدينه كمان. ان شاء الله. شكرا كثير لك سيد عدنان.